أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في برنامجكم ساعة مع نبال. زمان لما كان يكون عندنا مشاكل ولا أي أمور بنقابلها في حياتنا، فكنا بنلجأ لحد حكيم في فكره وشخص موثوق فيه عشان يساعدنا في حل المشاكل اللي احنا بنمر بيها أو الأزمة اللي موجودة عندنا. ولما كنا نقول احنا محسودين، كان يعني اقصى حاجه ممكن تحصل ان الجده تحط ايديها على راسنا وتقرا قران ونبخر البيت ببخور ريحته حلوه. لكن الموضوع في الفتره الاخيره اخد اتجاه مختلف. انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض شاشات الفضائيات اعلانات مباشره بيعلنوا تحت في نهايه الشاشه شريط كده وبيقول لك المفاجاه لاول مره في مصر الشيخ فلان او علان. شوفوا بقى رد المطلقه بكرامة، إلى إزاي نشيل العكوسات، إزاي نجوز الأرملة والعانس، حتى المشاكل الزوجية بمجرد إنك بس تتصلي بالشيخ خلاص هتتحل. والسحر وعلاج السحر وعلاج الحسد وغيره وغيره وغيره. واللي أكتر من كده، إزاي بقى رزقك يزيد لو عندك ضيق في الرزق، وإزاي برضو توصل لأي كنز في 3 أيام. المشكلة مش في كده، المشكلة إن إحنا كنا متوقعين إن الناس البسطاء الأميين هم مثلاً اللي مش فاهمين أو لسه من زمن بعيد هم اللي ممكن يجروا ورا المواضيع دي. لكن الغريب في الأمر إن فئة كبيرة من المثقفين بيجروا ورا الإعلان بتاع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، وفي نهاية الإعلان يقول القناة بقى تقول لك إيه، أو الإعلان يقول لك إيه، إحنا مش مسؤولين على النصابين ولا الدجالين اللي ممكن يقولوا على نفسهم إن هم روحانيين. إيه بقى الموضوع وإيه القصة؟ جايين نفهم وإيه السبب إن بقت عقولنا بتجري ورا الخزعبلات دي؟ يا ترى فضى؟ يا ترى قلة ثقافة؟ يا ترى قلة حيلة؟ هنعرف كل الكلام ده النهاردة بوجود ضيفتي الدكتورة أمال عبد المولى، دكتوراه في الدراسات النفسية واستشاري صحة نفسية بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك بتشوفي بقى إيه أسباب انتشار إعلانات علاج المس والسحر ورد المطلقة وكل الحاجات الكتيرة اللي أنا بدأت فيها في المقدمة، إيه سبب انتشارها؟ الأول إحنا عايزين نتكلم إن في مشاكل بتواجه الفرد بشكل عام في المجتمع. تمام. اللي هي المشاكل النفسية وفقا للضغوط مستحدثات العصر اللي إحنا بنمر بيه، وبالتالي بعض الناس اللي عندها شوية ضعف في قوة التحمل بتدخل في إطار المشاكل النفسية إلا وفقا ليها ممكن توصل لمرض نفسي. تمام. فانتشار المرض النفسي في الفترة الأخيرة في العصر الحالي أدى، كان هو بالنسبة لبعض الناس مجال خصب، لأن كل حد يدعي إنه هو ممكن يفك السحر، ممكن يعمل يفك الأعمال زي ما حضرتك ذكرتي الحاجات الكتيرة دي تحت مسمى ان هو بيعرف ان هو دجال مشهور، ان هو طبيب روحاني، ان هو وما الى ذلك. فاحنا عايزين نفرق الاول بين الامور دي وبين المشاكل النفسيه. غالبا معظم الحالات اللي بتلجا للناس دي بتبقى عندها مشاكل نفسيه. فاللي بيحصل ايه؟ ان هم بيصدقوا اي حد بيتكلم وبيروحوا بينساقوا وراه على اساس ان هم في حاله ضعف وفي حاله احتياج وعندهم مشكله، وكل هدفهم ازاي يوصلوا للحل الايجابي ليها او ازاي يحلوا مشكلتهم بالعلاج.
فإحنا بنرفض كل الناس اللي بتاخد ده كسلعة تجارية، أو الناس اللي بتدعي ده تحت ساتر يقول لك مثلا ده علاج روحاني وما إلى ذلك. في بعض الناس اللي بيقروا قرآن للرؤية الشرعية، أيوة. وللناس اللي عندهم مس، طبعا ده كله مذكور في القرآن، سواء كان المس الجني أو كان الرؤية الحسد فده مذكور، لكن إحنا بنتكلم عن الناس اللي هي خدتها كوسيلة تجارية اللي هي. طيب ايه عدم يعني ايه السبب ان ما فيش سيطره على الاعلانات دي؟ لان ما في، لا ما فيش سيطره على الاعلانات، على الاعلانات. ما هو دلوقتي انا ممكن ابقى قاعده بتفرج، فتخيلي اني انا اشوف اعلان مثلا عن شيخ روحاني مش دكتور، احنا تمام. بنتكلم دلوقتي في اتجاه معين، تمام. يعني حضرتك قلتي من البدايه ان لازم من البدايه نبقى بنفرق ان المرض النفسي ممكن يكون ازاي، وممكن ان احنا يضحك علينا في حاجه زي دي. لكن انا دلوقتي كمواطنه عاديه يعني قاعده بشوف الاعلانات دي وبتوصلني، دي بتبقى اعلانات مموله، تمام، بتجيلي لغاية عندي، وإن الحل سهل جدا في رقم تليفون. حضرتك شايفة إن إيه السبب إن إحنا مش قادرين نسيطر على الإعلانات دي ليه؟ لأن عدم وعي، يعني ده بيرجع لعدم وعي الناس، وبعدين الناس دايما بتدور على أي حد يكون عامل مساعد. فالمصداقية هنا منين؟ ما احنا مش عارفين في صدق حصل، في حالات اتعالجت بالفعل، احنا برضو داخلين وسط دوامة محدش عارف حاجة. احنا يا جماعة لازم نميز ما بين المرض النفسي والمرض الروحاني والمرض العقلي، في فرق ما بينهم. كل اشرحي لي دلوقتي احنا لو اتكلمنا عن المرض العقلي اللي هو اللي عنده اضطراب في الصحة العقلية، بمعنى عنده ضمور، عنده قصور في القدرات العقلية، عنده اضطرابات عقلية بشكل معين، زي ايه؟ زي مرض الذهان، زي مرض الفصام، دي امراض تعتبر عقلية. اما المرض النفسي فده بيرجع للصحة النفسية، يبقى في اضطراب في الصحة النفسية بتاعة الفرد، عدم التوافق بشكل عام، عدم التوافق النفسي مع المشكلات، وده ممكن يحصل نتيجة تعرض الفرد لصدمة فجأة، تعرض الفرد لبعض الضغوط النفسية، الضغوط داخل المجتمع، داخل عمله، كل دي بتسبب في النهاية لمشاكل نفسية ممكن تؤدي إلى مرض نفسي، زي إيه؟ أشهرها الاكتئاب. يبص يقول لك أنا إيه، كاره الحياة، أنا حاسس إن أنا مش عايز أتكلم مع حد، ملوش نفس ياكل، عنده إحساس بالعزلة الاجتماعية، إن هو عايز ينعزل عن الآخرين. فده كل الأعراض دي بتشمل الاكتئاب اللي هو حالة نفسية ومرض نفسي. نيجي بقى للحالة الروحانية. المرض الروحاني إحنا عارفين إن القرآن الكريم ذكر لنا السحر والمس الجن موجود في القرآن، إحنا مؤمنين بيه. تمام. احنا مش عايزين نفرق ما بين المرض النفسي والروحاني بالشكل اللي احنا عاملين فيه تصارع، كل حد عايز ياخد مجال ويقول انا منفرد بيه، لان احنا اصلا في العلاج النفسي بنلجأ للعلاج الروحاني اللي هو ايه، ان احنا بنطمن الانسان بالقرآن وبالسنة والاحاديث الشريفة وما الى ذلك، ان انت تقدر تقاوم، وان ربنا اللي كاتبه ليك هو اللي هيكون، وان اختيار ربنا ليك كان الاحسن. ده يدخل تحت الطي الروحاني في العلاج، طريقة العلاج. اما احنا بتكلم حضرتك اللي بتذكريه دلوقتي، الناس اللي بتطلع على الشاشات وتقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل، هرد المطلقه، هجيب الحبيب، هجوز، يعني بحس ان هم بيدوا لنفسهم حق مش موجود، وفي نفس الوقت بيدعوا اشياء قد تكون وهميه. يعني حضرتك دلوقتي اسمحي لي اقف عند نقطه معينه، حضرتك قلتي ان العلاج النفسي بيتوافق مع العلاج الروحاني، دي نقطه مهمه جدا. تمام. بس مش بالشكل اللي بيحصل. اللي بيحصل دلوقتي. حاجة تانية كمان، أنا أعتقد إن الناس اللي بيعالجوا اللي هم بيطلقوا على نفسهم إن هم شيوخ روحانيين أو كده، إن هم بيقدروا يعني يبقى ليهم مدخل، يعني سامحيني أنا عايزة أوصل بس اللي أنا عايزة أقوله، إن في مدخل معين بيعرفوا يقنعوا بالعميل بتاعهم، بدليل إن في طبقة عالية جدا كبيرة جدا من المجتمع مثقفة، يا تسمعي إنها دكتورة، مهندسة، حد يعني عنده علم وعنده ثقافة، ومع ذلك ممكن ينجرف ورا مثل هذه الأشياء.
هقول لحضرتك ليه، لان هنا المعالج الروحاني بيدخل بالدخله اللي فيها اطمئنان وبس النفس الهاديه بقراءه القران والرؤيه الشرعيه. صح. فده زي ما قلت لحضرتك ده برضو داخل ضمن العلاج النفسي. احنا عندنا في العلاج النفسي بتدخل قاعده اساسيه في الارشاد النفسي اللي هي ايه، اللي هي الروحانيات اللي ممكن تاثر على الانسان بالشكل الايجابي وتطلعه من مود الى مود اخر. فالمعالج الروحاني بيبقى داخل الدخلة الدينية اللي هي بتعتمد على القرآن الكريم وبتعتمد على السنة النبوية، وده إلى حد كبير بيدي راحة للنفس البشرية. صح. فطبيعة الحالة اللي رايحاله لما تسمع وهو بيقرأ القرآن عليها ويتكلم معاها ويحكي لها تفاصيل عطاءات ربنا لينا وقد إيه كلنا متساويين وقد إيه ربنا كريم وعادل، ويبتدي يدخل في الحتة اللي فيها طمأنينة للنفس. أيوة. طمأنينة للنفس تيجي من إنك ما تبصيش لمشكلتك على إنها مشكلة العالم، إنما بصي حواليكي للمشكلات الآخرين، هتبصي تلاقي إن أنت بالنسبة لهم حاجة بسيطة وبالتالي بترضى. دكتورة أمال كمان، هو أنا بشوف إن في الفترة الأخيرة إن المدخل بتاع أي طريق هو الدين، يعني بقى أسلوب. تمام. فهو زي ما حضرتك قلتي بالظبط إن هو بيبدأ بحتة القرآن وطبيعي أنت مجرد إن أنت بتسمعي أي آيات بتحسي بحالة من الراحة، فأنت بتحسي إن أنت بتتنقلي نقلة تانية أو روحني. بيتم شفاكي بالفعل، ومقتنعه بقى ان هو السبب في الـ انت فيه، وان الشفاء كان على ايده. طيب يعني هل فكره ان احنا بقت مشاكلنا كتير ومش معترفين بالمرض النفسي او مش عايزين نعترف بيه، وجهلنا بعض الناس في جهل في النقطه دي، هو السبب إن إحنا جرينا وراء الخزعبلات؟ هو طبعا ده سبب من ضمن الأسباب. وإحنا بنناشد من خلال الحلقة النهاردة الإعلام إن هو يبتدي يحسن الصورة الدرامية للمرض النفسي. إحنا زمان كنا نشوف في الأفلام القديمة زمان إن المريض النفسي يجيبه له بشكل مجنون وتصرفاته مش محسوبة، ويخاف والأسرة اللي عندها حالة فيها مريض نفسي يقفلوا عليه وما يخرجوهوش، فدي كلها معتقدات خاطئة. فالحمد لله إلى حد ما دلوقتي بدأنا نتحسن شوية، لكن ما زال بعض الناس عندها المعتقدات الخاطئة إنها تدمج أي حد عنده مشكلة نفسية تقول لك ده مجنون ابعد عنه ما تكلمهوش. طبعا ده شيء خاطئ، لأن يا جماعة المرض النفسي ده زيه زي أي مرض ممكن يجي الإنسان. كلنا بنعاني من أمراض نفسية بتفاوت وبنسب. في عندي حالات نفسية شديدة بتحتاج للتدخل الدوائي زائد الجلسات السلوكية والتعديل والتدخل المعرفي. أنا لما أجي أعالج مريضي النفسي ممكن أستخدم إيه؟ تغيير السلوك وتعديل السلوك، ده أسلوب من العلاج. وممكن أستخدم تغيير المعرفي أو المفاهيم المعرفية، إن أنا أطلعه من حالة رافض فيها الحياة، ده مفهومه ومعتقداته كده، إلى حالة يكون فيها حب للحياة وحب لذاته وثقته بنفسه. فده هنا بعمله تغيير معرفي للمعلومات اللي هو على يقين بها. طيب فعندي هنا المرض النفسي، إحنا علشان خاطر لازم الناس تعي ليه، لازم نعمل ايه؟ ناخده زي اي حاجه، ما نبقاش مستنكرينه، ما نبقاش مثلا مكسوفين منه. الطبيب النفسي يا جماعه ما هوش حاجه مخجله ولا حاجه تحرج، بالعكس انا بقع في مشكله، انا انسان طبيعي وقادر على تصرفاتي ومتحكم في نفسي، لكن بعاني من بعض الضغوط اللي ادت لتوترات نفسيه. التوترات النفسيه اثرت عليا، قد تكون اثرت عليا بالشكل الجسماني كمان، يعني عندي قرحه المعده، دي برضو مرض من ضمن الامراض اللي بتيجي اسبابها نفسيه. وغيرها من الامراض الكتير اللي بيكون السبب الرئيسي ليها النفسي. عندي القلق، الاكتئاب، دي كلها من الامراض النفسيه اللي لما بتصيب الفرد بتوقف حياته، بتخليه مش قادر يعطي، يعني ما عندوش قدره على الانجاز، ما عندوش حب للحياه بشكل عام. فهنا بيدخل دور الطبيب او المعالج النفسي. احنا بنفرق ما بين الطبيب اللي هو ممكن يكتب ادويه، ده الطبيب النفسي، والمعالج النفسي اللي بيشتغل معرفي وسلوكي. بالزبط. ففي فرق ما بين الاثنين. في بعض حالات لو الحاله شديده جدا بتختار الاثنين، بتختار العلاج الدوائي والعلاج السلوكي المعرفي. وبعض الحالات المتوسطه او البسيطه بيكفي فيها الجلسات النفسيه. والدكتور النفسي كمان هو اللي بيحدد ان انت هتزوريه تاني ولا لا. أكيد. يعني انت بس محتاجه مجرد معالج يقعد معاكي وفقط لا غير، بياخد شويه من الجلسات على حسب الحاله.
على حسب الحالة اللي جاي بيها المريض. أنا عايزة أقول إن في مشكلة برضو موجودة في المجتمع بشكل قوي جدا، وهي إن إحنا ما عندناش حتة الوعي دي، الوعي والثقافة، برغم إن إحنا انتشر جدا في الفترة الأخيرة موضوع تعديل السلوك، موضوع التنمية البشرية وغيرها وغيرها من الكورسات، إلا إن إحنا معرفش يعني إحنا بنقف عند حتة معينة، يعني حتى بنعتبر إن اللي بيلقي علينا المحاضرة أو اللي بيعلمنا كأنه إله، يعني إحنا ما بنديش مساحة لعقولنا إنها تفكر، إنها تميز، إنها تحدد. فهل ده بسبب عدم الوعي والثقافة؟ بس مش ولا بس. ولا السبب إيه؟ عدم الوعي والثقافة. الفرد كمان لازم يسعى لإنه يعرف كل شيء، يعني يعرف شيء عن كل شيء. بمعنى إيه؟ اللي بيعاني من مشكلة معينة قبل ما يلجأ لحد يبتدي يقرأ، يبتدي يطلع، يبتدي يشوف. ودلوقتي احنا العلم بقى في متناول ايدينا غير زمان، يعني النهارده السوشيال ميديا وفرت لنا العلم بطريقه سهله وبسيطه، فممكن يدخل على اليوتيوب ويشوف كورسات بتحكي عن مشكلته، ممكن يشوف حالات نماذج جايه. بس دكتوره من خلال امال برضو الموضوع تحول دلوقتي البيزنس، يعني اذا كان العلاج الروحاني للاسف بقى تجاره وبقت اعلانات موجهه مموله، فاصبح برضو دلوقتي ان برضو حتى الكورسات اللي فيها تنميه لشخصية الإنسان داخل فيها جزء برضو تجاري بشكل كبير جدا. ده غير إن بعض الحاجات بتشوفي إنها بتنعكس على السلوكيات بشكل غريب. يعني أنا أعرف ناس تعمقوا جدا في الجزئية دي، أنا بشوف إن هم دلوقتي ما بقوش طبيعيين. تمام. يعني مش عارفة حضرتك بتشوفي ده ولا لأ؟ يعني حتة الأنا بقت زيادة شوية. هل برضو إحنا زي ما قلت لحضرتك من شوية إن إحنا بنفهم الكلام غلط؟ يعني بنفهم الاهتمام بالنفس غلط، بنفهم حب النفس غلط، فبيتحول الموضوع عندنا لشيء غريب شوية. هو حضرتك ده بيرجع للشخص اللي رايح يتعالج، اللي هي الحالة والمعالج. فكل معالج بيبقى أسلوبه شكله إزاي، طريقته شكلها إيه، بيعتمد على إيه من النظريات المعرفية اللي من خلالها تعلم كيفية العلاج، بيعتمد على أي أسلوب من أساليب العلاج. ده بيختلف من شخص لآخر. كذلك المعالج، قصدي الشخص اللي رايح له اللي هو عنده مشكلة ده، ثقته فيه، لما يكون في ثقة ما بينه وما بين المعالج اللي رايح له، هنا بيبقى استعداد جيد لأنه يتعالج بسهولة. لأن بحر الثقة ما بينهم بيدي فرصة للحالة إن هي تستجيب للتعليمات والإرشادات اللي بيمليها عليها المعالج. فحضرتك لما تيجي تتكلمي عن الحالات لازم تكون مختلفة زي ما قلنا. فده بيرجع للوعي بتاع الإنسان اللي رايح اللي عنده المشكلة ده، وبيرجع كمان للأمانة والضمير بتاع المعالج اللي بيتعامل. وإن أنا كمان المفروض اللي أنا بسمعه أنا فلتره برضو، يعني أكيد. مطلوب مننا ان احنا حتى في العلاج الروحاني، يعني انا مفروض برضو ان احنا نستوعب ونبقى فاهمين هو بيقول ايه، ده صح ولا لا. طب ما نرجع نقرا تاني ونرجع نفهم تاني، بدل ما الناس دي عماله تجرنا لحاجات يعني كوارث. يعني انت بتشوفي دلوقتي على حالات يعني وناس مش تمام وحاجات لا يصح يعني انها تحصل، بتحصل ليه؟ ما احنا اللي بنساعد في ده. بكل اسف من كتر الضغوط اللي بيتعرض لها الانسان بقى بيترك اي باب ممكن يكون في طريقه، فاحنا بنناشد الابواب اللي هي مش على اساس علمي، الابواب اللي هي هدفها الرئيسي الربح التجاري ليس اكثر. فبنقول لهم رفقا بالبشر، رفقا رفقا بالبشر. يعني لازم يكون في امانه علميه، لازم يكون في رساله انا من خلال شغلي باديها بوصلها، ان انا بساعد المحتاج لي اللي جاي عنده مشكله ده، فاساعده ازاي وباي طريقه، ما دخلوش في وهم. لازم فعلا يبقى في واقع ملموس، لازم ابقى انا على دراسه وعلى مؤهلات تؤهلني لاني اقوم بعمليه العلاج النفسي دي. ما يبقاش اي حد، مش اي حد مثلا، ومش كل واحد عنده القدره ان هو يقول دي هاخدها هتناسبني، دي مش هاخدها مش هتناسبني. يعني مش كل الناس بالوعي أكيد. ده بالثقافه أكيد. دي. طيب احنا مجتمعاتنا العربيه بقت ارض خصبه جدا لفكره الخزعبلات. يعني اولا بقى في حاله مسيطره على المجتمع مش عاديه، الحسد، السحر،
ده انا اتحسدت، ده انا حصل لي. اوعى تقولهم، الام تقول للولاد اوعوا تتكلمهم. ايه الرعب ده؟ طيب حضرتك قلتي من شويه وانا متفقه معاكي ان الحسد والسحر مذكورين في القران واحنا مؤمنين بيه، لكن ليه الوضع واخد الاتجاه ده؟ انا مستغربه من انجراف الناس بالشكل ده. انت دلوقتي ما بتقعديش مع حد الا لما يقول لك اصل اتحسدت، اصل جرالي، اصل حصل لي، اصل انا غلطانه عشان انا اتكلمت، انا مش عارفه قلت عن ابني حاجه كويسه فتاني يوم مش عارفه وقع اتكسر. وبقوا خلاص دماغاتهم كلها مشغوله بفكره الحسد والسحر وان الناس باصين لي. وان واعتقد ان البعد اللي حصل في المجتمع في الفتره الاخيره بين الناس النقطه جايه من هنا، النقطه الاساسيه هي دي. هي مش بس البعد المجتمعي طبعا، مع احترامي لحضرتك ده من ضمن الاسباب، لكن نقدر نقول ان السبب الرئيسي هو بعدنا عن ربنا، عدم قناعتنا بعطاء ربنا لينا، عدم قناعتنا بان كل شيء احنا بنملكه ده نعمه، وكل شيء احنا لا نملكه برضه نعمه، لان ربنا لما بينقص مننا شيء بيبقى عارف قدرتنا على تحمل نقص الشيء ده، وبالتالي لما يديني انا حاجه ويدي لحد تاني حاجه مختلفه بيبقى عارف اللي هينقصني انا اتحمله، غيري مش هيقدر يتحمله. الناس هنا بعدت شوية عن ربنا. عايزين نقول ان احنا الحسد موجود في القرآن والسحر موجود في القرآن واحنا مؤمنين طبعا بيه، لكن حالة الهلع اللي بتعيش فيها الناس هلع. حالة الذعر اللي كل حد يتكلم يقولك ده عينه معايا، ده مراقبني، ده باصص لي في رزقي. دكتورة أمال خلي بالك، يعني احنا طبعا بنقعد مع سيدات كتير وبنقعد في اجتماعاتنا مع النساء، معظم الناس دول بيكونوا متدينين جدا. تمام. يعني اكتر، وهنا بقى برضو حته مهمه قوي ان حضرتك قلتي اليقين. أيوة. اليقين. تمام. في تدين محفوظ وفي تدين محسوس روحاني. تمام. مستشعرينه. تمام. اللي هو ان انا مش هيحصل لي اي حاجه الا بامر من رب العالمين. هو ده اللي احنا عايزين أراد. نقوله. لكن معظم الناس دي بتلاقيهم متدينه جدا وخايفه من الحسد لكن جدا، لكن مش فاهمه بالشكل الصح. يعني ايه؟ يعني الحسد موجود، انا ارقي نفسي اليوم ما احس بقلق معين خلاص، لكن ما افضلش كل تصرفات حياتي حاطط فيها ان ده باصص لي، ده واخد باله، وافضل عايشه في خوف دائم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجه هتصيبنا الا ما كتب، كلا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. ولو اجتمع الامه كلها على ان يضروك بشيء لن يكتبه الله لك، لن يضروك، ولو ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلم ينفعوك. اذا ويقول لك ايه، جفت الاقلام قد قفلت الصحف. خلاص يعني احنا عايزين نقول ان ده يا جماعه قدر مقدر. نقي نفسنا ونرقي نفسنا وناخد بالنا ونعمل كل الحاجات اللي احنا ممكن نقدر عليها، لكن نعيش بشكل طبيعي. مش كل حاجه نرجع ان احنا خايفين من الناس، خايفين نتعامل، خايفين نقرب، خايفين، لان ده مش هتبقى حياه، هتبقى حياه ما فيهاش امان. وخلونا كده يعني نوصل لحته ان احنا بنفقد السلامه النفسيه، السلام النفسي، بنفقد الحياه، بنفقد الاستمتاع بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهنا. يعني النقطه دي برضو الناس اللي بتقول انا دايما عندي قلق، انا دايما عندي توتر، دور بقى المصدر بتاعك جوه ايه نفسه. وجاي منين جوه نفسه. يعني انا دايما اقول يعني الناس لما يفكر في نفسه جوه نفسه هو هيبتدي يساعد نفسه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يبقى عنده تصالح مع ذاته، تصالح الحالة النفسية السليمة. الإنسان اللي هو عنده صحة نفسية يعني عنده تصالح مع نفسه، قادر يقاوم أي مشكلات تقابله، بيقدر يرجع ده مثلا للقضاء والقدر ويبقى مؤمن بجد مش بالكلام. لأن في بعض الناس زي ما حضرتك ذكرتي بتبقى باللسان بس، لكن من جواها مفيش مستشعرها. فإحنا عايزين نرجع ده لإحساسنا بالقلب، إن كل ما كان في سلامة نفسية داخل الإنسان، كل ما صفى نيته تجاه الآخر هيلاقي الآخر برضه بيعامله بنفس الصف، ويعرف يعيش الروحانيات الحقيقية، مش هيستنى يروح لشيخ ولا شيخ روحاني ولا ان مشكلته هتتحل بالشكل اللي هو متصور او الاعلان اللي بيجي وبعدين ينبهك خلي بالك اصل ممكن يبقى نصاب او حاجة. يعني مش دول اللي موجودين عندنا، يعني للأسف كتروا قوي بصراحة.
أنا يعني عايزة أقول لحضرتك إن أنا بشوف ده بشكل كبير جدا، بحكم إني بتعامل مع سيدات كتير، وإزاي الموضوع مسيطر على عقولهم بشكل قوي جدا. يعني الفكرة، يعني أعتقد لما الإنسان بيحصل له أي مشكلة، مثلا ابنه حصل له حاجة كذا، أول حاجة كانت يعني أمهاتنا بيقولوها لنا إيه؟ طلعوا صدقة، صحيح. صح؟ أيوة. مش الولد محسود ده؟ محسود حتى لو محسود طلعوا صدقة، فأنت بالظبط. مجرد إن أنت صدقة ما تعرفيش أصلا اللي في إيدك إيه، وهتديه لأي حد ماشي ما أنتش عارفاه خالص، أنت كده بتفدي ابنك. اذبحهم، مش كانوا بيقولوا لنا كده؟ تمام. بخور يوم الجمعة. لكن عادات إن كانت حلوة الناس وكده. يدفعوا مبالغ، حضرتك مش متخيلة، يعني مثلا واحدة تبقى مثلا مشاكل مع جوزها وعندها استعداد إنها تدفع بـ60,000 جنيه والـ100,000 جنيه لمجرد إنها تجيب جراكع مثلا. أنا بقول لك كلام من الواقع، ايوه ده حقيقة. طب بأي منطق يعني؟ وهل انت كأنثى هتبقي ده هتبقى سعيدة هيرضيكي؟ وهي جايباه بالأمر يعني بالغصب يعني. بالظبط، يعني ازاي احب حد ابقى عارفه انه عايش معايا، والحب اللي بيديهوني ده انا اصلا شارياه، صحيح. انا مش جاي لي منه، ده هو لو فاق ولا يعني والآثار دي راحت او كده، هيرجع الوضع مش زي ما هيبقى كان بالشكل ده بالظبط. ولا هيحبني بدل ما تقول بالشكل ده. ايه هي السلبيات اللي دعت لده، او ليه حصل ده، تبتدي تشوف لان امورهم فيها ايه. احنا للاسف ما بنشوفش نفسنا، لا احنا حتى كلمه السلام النفسي احنا بنقولها عابره، لكن كم واحد فينا يعي كلمه السلام النفسي؟ يعني ايه سلام نفسي؟ السلام النفسي يعني تصالح الانسان مع ذاته، صح، رضاه وقناعته بعطاء ربنا ليه، احساسه بانه هو في الدنيا له دور ولازم يؤديه على اكمل وجه، ما يبصش في اللي في ايد غيره، يبص للنص الكوب المليان ومش النص الفارغ، يعني ما يبصش للفاضي بس مش شايف اللي مش الفارغ لايقه، اصلا، هو مش يبص شايفه. للمليان ويحمد ربنا عليه. الجمال يا جماعه مش جمال الملامح والشكل، الجمال جمال الروح، جمال القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في الجسد لمضغه لو صلحت لصلح الجسد كله، ولو فسدت لفسد الجسد كله، واشار باصبعيه الكريمتين على القلب. يبقى احنا نقي قلبنا، نصفي روحنا، نخلي فيه سلامه نفسيه بيننا وبين الاخر، نتمنى الخير للناس زي ما بنتمناه لنفسنا، نحاول نبعد عن الغيره المجتمعيه، ان ده ليه ناجح، ده ليه عنده فلوس وانا لا، ده ليه. لو الانسان كل واحد فينا رضا بما اعطاه الله له، وعنده قناعه ويقين بان ربنا دايما بيديه الخير، الدنيا لحد كبير هيبقى فيها سلامه نفسيه. وانه يبقى عنده القدره انه يواجه نفسه ويشوفها. صح بالظبط. المشكله دلوقتي انك انت برضو لما بتقعدي مع اي حد يقول لك انا عندي سلام، وانت شايفه كل تصرفاته ضد هذا السلام، يعني ما هو حضرتك دلوقتي شرحت لنا ايه هو السلام النفسي، ده بيسلموا على بعض وياخدوا بعض بالاحضان وجواهم مش مشاكل حلو. بالظبط، مشاكل. ما هو ده اللي احنا بنحكيه، علشان مش عايزين نبقى يعني من المنافقين اللي هو اذا تحدث كذب، يبقى ايوه الوش بيضحك والقلب شايل، يبقى هنجيب منين السلام النفسي لو احنا كده؟ يبقى احنا كل واحد يبدأ بنفسه، صح، يبدأ بنفسه، صح، ينقي روحه، يبدأ يشوف الدنيا بشكل إيجابي، يشوف الناس بطبيعتها. منين ما ابص بالعين لحد عنده ابص الاول للي ما عندوش، منين ما ابص بالعين لحد ناقصه شيء ابص الاول للي ما كانش قادر اصلا يوصل لده. فهنا هيحصل سلامة مش بس نفسية، سلامة في المجتمع بشكل عام. فاحنا مفتقدين للحب اللي بجد، مفتقدين للروح الحلوة، مفتقدين للسلامة ما بيننا وما بين بعض، مفتقدين لروح الدين. روح الدين بمعنى ان الدين اخلاق، اخلاق بالفعل مش بالكلمة، صح، مش بالشكل واللبس والمنظر، الدين في القلب. زي ما قلنا القلب هو منبع الخير عند الانسان، وهو برضو منبع الشر. فالانسان يقرب للخير كل ما كان قلبه فيه خير، يقرب للناس بالود كل ما كان هو من جواه الود، لكن هنرسم الود على وشنا مش هيدي المعنى ومش هيقربنا. وده نوعية الناس أو البشر اللي دايما تلاقي ابتسامتهم على وجوههم،
شايفين كل حاجة حلوة رغم كل الصعوبات اللي عمالين يشوفوها في حياتهم. ده حقيقة. لدرجة إن الناس دي في بعض الأحيان اللي حواليهم بيعتقدوا إن هم ما عندهمش مشاكل من كتر ما بيضحكوا، من كتر ما هم بيبتسموا، من كتر ما هم عندهم عطاء فياض، من كتر ما قلبهم حلو. والناس دي بتبقى في حتة تانية خالص. يعني في حتة أنا بقول إن طبعا مكان جميل قوي إن أنا مش ما يبقاش شايف كل الحاجات الوحشة الموجودة في الدنيا، يعني مش جايبة غير الحلو. كنت مرة من المرات بنتكلم فبقول لهم إن الإنسان اللي بيبقى بالصفات دي حتى وهو ماشي في الشارع مش شايف حاجة وحشة. صحيح. هو ده اللي عنده بقى إيه؟ اللي عنده رضا وقناعة بحاله. هو شايف كل حاجة بسيطة، كل حاجة حلوة، ربنا ادهاني الحمد لله. طيب اللي ما عندوش ده يعمل ايه؟ يعني ازاي انا انسان عندي حالة من القلق المستمر، عندي حالة من التعب الإجهاد، مثلا مسيطر على عقلي الخزعبلات اللي موجودة في المجتمع بتاعت الشيوخ والحسد والكلام ده، اعمل ايه عشان اخرج من انا بعتبره مرض، يعني من المرض ده؟ اولا الحالة هنا لما يبقى عنده حالة من الوسواس ده كده وسواس، ان هو خايف من الناس، خايف يقرب من الناس، يبقى هنا كده دخلنا في مشكلة نفسية، فلازم يلجأ للمختص، لازم ما يتحركش من نفسه. الحالة النفسية نص العلاج بتاعها المريض يحاول الأول يقتنع ان هو في مشكلة وبالتالي يطلب المساعدة، هو الأساس. لكن لو هو طول الوقت شايف نفسه سليم وزي الفل ما فيش مشكلة عندي، يبقى كده العلاج بتاعه هيطول. لكن لو راح هو طلب المساعدة من الطبيب النفسي وراح عرض نفسه للمعالج النفسي أو دق بابه، يبقى أنت هنا الأول عرفت أن عندك مشكلة وبالتالي جاي طالب المساعدة. ده نص العلاج. نص العلاج. ده نص العلاج. طيب في بعض الناس بيكونوا محظوظين أن مثلا حواليهم ناس فاهمين، فمجرد ان يحسوا ان اللي قدامهم تعبان شويه، او مش قصدي تعبان يعني نفسيا عنده مشكله، عنده حاجه، فيبداوا يوجهوه وهو بيستجيب. وفي شخص ما عندوش، ازاي انا كانسان انبه نفسي ان انا محتاج لمعالج، مش محتاج اروح ورا الخزعبلات؟ ده بقى بيرجع لدورنا احنا بقى، دور المختصين ودور الاعلام ودور البرامج الهادفه اللي من خلالها بتوصل المعلومه للفرد، اللي من خلالها تقول له دق الباب الصحيح فين، اللي لما تحس بايه تروح فين، تتوجه ازاي. فاحنا بنكلم كل انسان ممكن يمر بظروف، كلنا بنمر بضغوط والحياه فيها ما يكفي، وكلنا محملين باعباء كتير. فبعض الناس او بيجي له مشكله ان هو مش قادر يتحمل هذا العبء، وبالتالي بيبقى محتاج لإيد تطبطب، إيد تسمع له، إيد تبتدي تحط نقط على نقاط القوة فيه وتبتدي تقويها، وتبرز نقاط الضعف إن إحنا نبتدي نطلع بيها. فكل إنسان سبحانه وتعالى مهما كان من ظروف لازم فيه نقاط قوة. لازم فيه نقاط قوة هو مش شايفها، فدور المعالج النفسي إنه بيبصره نفسيا، بيخليه يعرف إمكانياته وقدراته شكلها إزاي ويبتدي يدعمها فيه، يديله ثقة بنفسه ويعيد ليه الإحساس بالثقة بالنفس وبالذات وبعلو الذات، ويبتدي يبصره بالطريق اللي يمشي فيه. فهو ده دور إرشادي مش أكتر. ودكتورة أمال كمان في نقطة برضو مهمة وحضرتك بتتكلمي، ان احنا السبب ان احنا برضو الناس دماغها كلها بتتجه لفكرة الشعوذة والحاجات والبخور وغيره وغيره، ان في ناس كتير بتقعد تدوخ على الدكاترة، مفيش حل، مفيش حاجة، هما مش منتبهين ان المشكلة من جوه وبس هما مش شايفينها، فبيبقى الحل على طول الأسهل ان كده انا بتجه لحته ان انا اروح لحد ويشوف فيا ايه، وطبعا بقى هنا بيحطها في طريق معين ويبدا بقى يخليها تتوجه ليها ومعمول لك وكذا. يعني حته عدم الانتباه او عدم اعترافنا بالمرض النفسي في مجتمعاتنا العربيه هي الباب الاساسي اللي فتح طريق للخزعبلات. ده حقيقه. عشان كده احنا دايما نقول يا جماعه اللي عنده مشكله نفسيه احنا لازم نميز بين اللي عنده مس لا قدر الله
من الجان، واللي عنده مشكله نفسيه واللي عنده تخلف او مرض عقلي. زي ما ذكرنا المرض العقلي ده اضطراب في العقل، خلاص خلصت مشاكله، بتبقى محتاجه ادويه ومحتاجه فترات طويله عقبال ما يبتدي يتكيف مع الحياه لكن ما بيخفش. اما المرض النفسي فهو اضطراب في الحاله النفسيه او الصحه النفسيه بتاعت الانسان، بيبقى عنده عدم توافق، عنده مشاكل اتعرض لها وبالتالي ادت لعدم التوافق والاضطراب ده. تعالي بقى للي عنده الماس. لما نيجي مثلا مريض الصرع، مريض الصرع ده مرض نفسي. طيب نخلط ما بينه وما بين اللي عنده ماس ازاي؟ يقول لك اللي عنده الماس الجن بيترمي في الارض ويتشنج. طيب ده هو كده ايه؟ ملموس. قبل ما نقول انه ملموس او عنده ماس يا جماعه، نبتدي نشوف هل هو صرع نفسي ولا فعلا لا قدر الله في ماس جن. الصرع النفسي مهما سمع من القرآن وهو حالات التشنج ما بيجيلوش ساعة القرآن. اللي عنده مس جان منين ما يسمع القرآن بيحصل له تشنج ورفض لأنه يسمع. بالزبط. فهنا بيسيطر عليه قوة خفية احنا مش شايفينها. هنا بقى أمانة المعالج. دي أمانة المعالج. أمانة المعالج. وبعدين وقت ما يسمع القرآن بعد الآيات المعينة بتبتدي تحصل له تغيرات في الجسم. بتتشنج بيحصل. لكن المرض اللي عنده، المريض اللي عنده صرع اللي هو المريض النفسي ده بالنسبه له بتجيله النوبه في اي وقت، ممكن يبقى قاعد ما فيش اي حاجه وجات له النوبه، فده بياخد ادويه وبيمشي معاه جلسات علاجيه. فالعلاج الروحاني الاختلاط ده مشكله. ما هو المشكله ان في بعض الاسر بيحصل عندهم حاله من الاختلاط. عشان كده بنقول يا جماعه روحوا للطبيب المختص ما تجروش على الدجالين. وجزئيه تانية يا دكتوره امال، هل لو جالك مريض وهو مثلا عنده مس مش تعبان نفسيا، هل حضرتك يعني بتقدروا ان انتم تقولوا له لا انت تمام؟ لا مش انت تمام، هو بالفعل دلوقتي عنده مشكله، بس احنا نرجع للمشكله دي لانه فعلا عنده مس او لا الله اعلم. احنا بنتكلم من ناحيه النفسيه ومن ناحيه لا انا قصدي ان لو هو سليم نفسيا ده بيظهر معاكم. يعني حضرتك قلتي دلوقتي ان ممكن ان المس له اعراض معينه وطريقه معينه بالزبط. وبيبقى وفي فرق بينه وبين مثلا الصرع، او مثلا في امراض تانية كمان ممكن يبقى فيها تشنجات او حاجات زي كده. لكن انا لو مريضه وجايه قدام حضرتك لكن انا مش مريضه نفسيا ولا اي حاجه ولا عندي اضطرابات ولا عندي مشاكل ولا اي حاجه، هل حضرتك تقدري تحددي ده معايا؟ لا من المعالجة؟ لا مش من المعالجة. احنا الاول بيبقى نطلب بعض الفحوصات في البداية وبعد كده ما انا عايزة اعرف ازاي بقى يعني احنا مثلا ايه نلجأ لرسم المخ يشوف في كهرباء زايدة ولا لا بسبب التشنجات اللي عندها. عندها مشاكل صحية تانية بتتعالج من حاجات تانية ولا لا؟ نبتدي نشوف التاريخ العلاجي، التاريخ التطوري بتاع المرض لو عندها مرض معين. اسلوب السليم بقى ده اسلوب فحص. ده بنعمل تاريخ للحالة من البداية لحد ما وصلت. تمام. وهنا نبتدي نشوف الأسباب، ندخل بقى نفتش في الذات، نشوف الأسباب النفسية، المشاكل فيها هي كإنسانة، لا مفيش، طب في البيئة اللي حواليها، في الأسرة، في المجتمع اللي هي عايشة فيه، كل ده بيأثر بالسلب أو بالإيجاب، ليه؟ لأن الإنسان هنا بيتفاعل مع المجتمع سواء بالسلب أو بالإيجاب هنا على حسب تعرضه للضغوط، على حسب تعرضه للمشكلات اللي بتقابله. والشيخ احنا ما ينفعش بالنظر كده اول ما اشوفها اقول لها لا انا ما اقصدش، ما كنتش قصدي بالنظر. انا اتكلم من الجلسات ممكن يتحدد. لا انت يعني اكيد في ناس بتقول لهم مثلا لا ما عطوش تيجم خلاص انتوا تمام. لما تتماثل الشفاء ده اللي اقصده بقى. لما نحس ان هي بدات تتماثل الشفاء، بمعنى ايه؟ بدات تقاوم مشكلتها، بدات ترجع ليها تاني ذاتها وثقتها بنفسها. أيوة. وتقدر ازاي تحل مشاكلها وعرفت انها تعيش خلاص بقى، يبقى احنا كده دورنا الى حد ما تبقى متابعتنا على فترات بعيده. لكن بعض الحالات بيطول معانا على حسب الاسلوب، ممكن الاسلوب اللي احنا استخدمناه مش ماشي معايا، نبتدي نغير الاسلوب نشوف اسلوب تاني لحد ما نوصل للنقطه يعني دي. يعني دكتوره امال لازم الانتباه والوعي ان طبعًا في حاجه طبعًا اسمها مرض نفسي، وحتى مش شرط ان هو مرض نفسي، ان احنا حاجة مخجلة. مش مخجله صوت. واحنا محتاجين كل فترة يعني ده على شيء على فكرة من الحاجات الصحية طبعًا. إن احنا محتاجين كل فترة كلنا بدون استثناء لمعالج عشان نتكلم، عشان نعبر، عشان نواجه مشاعرنا، عشان حد يوجهنا الاتجاه السليم. يعني ده حتى بيتعامل
بعض الناس بياخدوه كروتين حياة، ان كل كام شهر انا لازم يبقى ليا جلسة اروح يعمل افراغ وجداني. بالظبط الافراغ الوجداني اللي هو يطلع كل اللي جواه، كانه حد يثق فيه وما كان امن يقدر يتكلم ويفضفض، فده بحد ذاته بيعمل له يعني حالة من الراحة النفسية، حالة من السلامة اللي هو بيبتديها يتنفس. فاحنا عايزين نقول يا جماعه اي حد بيحس بحاجه زي كده ما فيهاش حاجه، ما فيهاش خجل، ما فيهاش عيب، بالعكس لازم نجدد ثقافتنا. وكل الامراض النفسيه اللي بتحصل كلها ناتجه من وجود مشاعر مكبوته جوه النفس وعدم مواجهتها، وهو ده الشيء الاساسي او البدايه الخطر اللي بتحصل في حياتنا كلنا. احنا مش بنواجه مشاعرنا، مش بنواجه مشاعر حزننا، مش بنواجه مشاعر انكسارنا، مش بنسمح حتى لدموعنا انها تنزل بشكل طبيعي، لاني انا انسان فمن حقي ان انا اعيط لما اكون في موقف معين، مش ضعف ابدا قد ما هو تعبير. فازاي احنا نقتنع ان كل المشاكل، المشاعر اللي بتفضل مكبوتة جوانا هي السبب الاساسي في حالات الاضطرابات النفسية اللي موجودة دلوقتي؟ احنا لازم نقتنع ولازم نغير من اسلوب حياتنا. اسلوب حياتنا ما يبقاش مكدس بالاعباء وبس. يعني ابتدي انظم وقتي بالشكل اللي اعرف اعيش بالشكل اللي يسعدني فيه، يبقى انا هنا اقدر اقاوم الضغوط وفي نفس الوقت اقدر اعيش بشكل مريح. فالإنسان هنا ما يهربش من المشكلة بأنه يعزل نفسه، بالعكس العب رياضة، طلع طاقة، اخرج اتكلم مع ناس، شوف مناظر كويسة طبيعية. دكتورة أمال يعني يا رب النهاردة فعلا نكون غيرنا تفكير كتير من الناس اللي بيشوفونا، وبشكر حضرتك في وجودك معنا النهاردة في ساعة مع نيبال. أنا اللي مبسوطة جدا وألف شكر. شكرا. في الختام زي ما قلنا وزي ما حوارنا والكلام راح وجه، ان الموضوع كله موضوع وعي وثقافة، موضوع ان احنا نفهم نفسنا، نواجه مشاعرنا، نعترف ان في حاجة اسمها مرض نفسي، نعترف ان احنا محتاجين من وقت للتاني ان احنا نقعد ونتكلم ونطلع مشاعرنا ونواجهها ونعرف نتعامل معاها. فرق كبير قوي بين ان احنا نمشي وراء اعلانات مش عارفين اخرها ايه، ولا الناس دول صح ولا غلط، واغلبيتهم بيكونوا غلط. واجه مشاعرك، حس بيها، عيشها، اعرف انك انسان في الاول والاخر عشان تقدر تعيش في الحياه. بلاش والنبي بقى موضوع الاعلانات ورد وجلب الحبيب ورد المطلقه، انت بايدك تجلبي الحبيب وبايدك ترجعي جوزك وبايدك تشيلي كل عكوسات موجوده في بيتك بفكرك وعقلك. تصبحي على خير.